السلام عليكم ومرحبا لمتابعة شينفورمي نيوز لهذا الأسبوع. إلى جانب الجنسية الرسمية الشكلية، هناك جنسية أخرى جوهرية، فهي تلك التي يمكن أن تعترف بها المجتمعات والحكومات المحلية بالنسبة للمواطنين المهاجرين في تمثيلهم في هذه الكيانات. وكان قد تم التحدث حول هذا الموضوع بمدينة ترينتو، ونظم من جانب منظمة جكت أوريجو تيرولو ألتو أديجيا ترينتينو وشينفورمي، وبالتعاون مع زيميت وأوراك. وتستطيع حكومات منطقة أوريجو أن تفعل الكثير في مجال الجنسية الجوهرية. وشدد المشاركون في السمينار على تأكيد التجارب الجيدة الخاصة بالتعايش بين الشعوب في منطقة أوريجو. أوضح بحث متابعة الهجرة والمواطنة الذي نسقته مجموعة Migration Policy Group في 7 من الدول الأوروبية، أوضح أن إيطاليا تقيم بشكل أفضل المؤهلات المهنية للمواطنين المهاجرين مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى. وجاء في هذا البحث أن هناك فرق كبير بين إيطاليا وبقية الدول فيما يتعلق بالأعمال التي يؤديها المهاجرين ومقدراتهم المهنية المعترف بها. وفي إيطاليا كانت منظمة إيزمو قد جمعت معلومات حول ذلك في مدينتي نابولي وميلانو، وفيها اتضح وجود مفارقة واضحة بين المؤهلات والعمل الذي يؤديه الأجنبي في حالة واحدة بين كل 5 حالات تم بحثها. أما في بلجيكا والبرتغال وأسبانيا وفرنسا والمجر وألمانيا، فإن هذه الفروقات ثبت وجودها في أغلبية الأوضاع التي تمت دراستها. يمثل التضامن أحد الآليات التي تساعد على مواجهة الأزمة العالمية التي تمر بها أيضا منطقة ترينتينو. فالتضامن على المستوى الدولي يتمثل كذلك في التلاقي والمواجهة مع مواطني ترينتينو الجدد وفي المساواة في الفرص والمعاملة. وعبر أسلوب حياة قادر على تقييم الاختلافات وتضامنيا وقادر على احترام حقوق كل شخص، نستطيع الخروج منتصرين من هذه الأزمة. هذا ما صرحت به السيدة ليا جواناتسي بلترامي في اللقاء الذي تم بمدينة بورغو بالسوغانا خلال عملية الاستماع التي هدف إليها هذا الاجتماع مع المواطنين المهاجرين ومواطني المحلية. وسيجري اللقاء القادم في يوم الخميس 8 من ديسمبر في تمام الساعة 8 مساء بالمكتبة البلدية بمدينة ميتزو كورونا. من على مايكروفون ثقافات عن قرب، البرنامج الذي يعده المركز الاستعلامي للهجرة في ترينتينو والتابع للإدارة المحلية للتضامن الدولي والتعايش، والذي يقدم من على شاشة TCA ترينتينو TV. يقوم المواطنون المهاجرون في منطقة ترينتينو بإلقاء الضوء على مختلف أوجه حياتهم الثقافية. وبهذه العودة الجديدة في هذا الأسبوع، يعود البرنامج الذي عودنا على تناول القضايا الثقافية والعادات والحياة العامة وتجارب الهجرة الخاصة ببعض المواطنين المهاجرين في ترينتينو. ويبث البرنامج في يوم الثلاثاء كل أسبوعين على تمام الساعة 8:30 مساء، ويعاد في نفس الليلة على الساعة 11:15 مساء، والإعادة الثانية في يوم الجمعة على تمام الساعة 3:30. وبالإمكان متابعة الحلقات المسجلة من على الموقع www.trentinotv.it. إلى هنا تنتهي النشرة. دمتم في أمان الله ورعايته.